لما نروح للفضاء ويجي اينشتاين يقول لك الفضاء منحني، دي تخريفة تانية بقى. ازاي يبقى فضاء ومنحني؟ ده فضاء يا ابني، هو الفضاء هينحني؟ دي من ضمن الالغاز بتاع النظرية النسبية. قال لك اي كتلة بتتحط في الفضاء بتسبب انحناء الفضاء وتعديل في الصفات القياسية بتاع الفضاء، وده السبب بتاع دوران الاجسام الصغيرة حوالين الاجسام الكبيرة. يبقى مش الجاذبية، مش القوة الجاذبية، يعني الجاذبية ما هيش قوة زي ما قال نيوتن، لا، الجاذبية في نظر اينشتاين هي تعديل في الصفات القياسية للفضاء فينحني. يبقى اي شيء ترميه في الفضاء لازم يلف غصب عنه حوالين الجسم الاكبر بسبب هذا التعديل اللي حصل في الفضاء. طبعا هي حاجة غريبة ان يعني الجسم غصب عنه يمشي في دايرة، مع ان طب يقول له يا ابني ما الفضاء هو هو، يقول لك هو هو صحيح، لكن مع كده ارمي اي حاجة في الفضاء وشوف هيحصل ايه، هتلاقيها تمشي يا في دوائر يا في مسار بيضاوي يا فلك اهليلجي، ودي حاجة معروفة طبعا في الفلك. لكن اينشتاين اثبت الحكاية دي باثبات خطير جدا. قال انتوا بتقولوا ان الضوء يمشي في خطوط مستقيمة، انا بقول لا، مدام بيحصل انحناء للفضاء يبقى لازم المسار الضوئي برضو ينحني. طيب اذا كان المسار الضوئي بينحني يبقى لازم يحصل انحراف في الرصد. فهو عمل معادلات وقال لك بيحصل 1.7 انحراف، وقعد كل العلماء مستنيين خسوف الشمس عشان يرصدوا نجم، هيشوفوا ضوءه وهو جاي عند الشمس، ما بيعرفوش الا في الخسوف، لان لما يكون الشمس بقى طالعه ما تشوفش النجوم جنبها، لما بتنخسف تشوف. فيرصد النجم، فرصدوا النجم، طلع فعلا فيه انحراف 1.7 درجه زي ما قال اينشتاين، وثبت ان الضوء بينحني حول الاجسام الكبيره بسبب انحناء الفضاء. معنى كده ان رياضيات اقليدس يكليديان جيومتري ما تنفعش، ولابد من رياضيات تانية اللي هي بيقولوا عليها دلوقتي ريمان جيومتري او هندسة ريمان او الرياضيات الحديثة اللي بياخدوها في